أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج بعد الحدث. لم تكتفي الميليشيات الحوثية بما حققته من نسبة مرتفعة لمعدلات الفقر والجوع في اليمن لتمنع الموظفين والمواطنين من استلام رواتبهم واستخدام العملة الجديدة المتوفرة. لم يكفيها ما جرته من كوارث لتخلق كارثة اقتصادية غير مسبوقة ستلحق أضرارا كبيرة بالمواطنين والاقتصاد والأمن الغذائي والعملة الوطنية. متى ستأبه هذه الميليشيات لمآلات مغامراتها غير المحمودة العواقب على مستقبل البلاد وما تواجهه من أزمة إنسانية كبيرة منذ 5 سنوات؟ نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة والتي نبدأها معكم بهذا التقرير والذي يتحدث عن الأزمة التي تمارسها ميليشيات الحوثي في منع المواطنين من تداول العملة الجديدة وما تقوم به من قرارات تعسفية بحق المواطنين والبنوك والمصارف. لا تدخر ميليشيات الحوثي سببا لزيادة معاناة المواطن إلا واستخدمت، فهي تثقل كاهل المواطن أكثر بقراراتها الكارثية بعد منعها استخدام العملة الجديدة بل وإجبارهم على تداول العملة المهترئة والتالفة التي أطلقتها من مخازن البنك المركزي والمسجلة في مخازنه كعملة تالفة. من جهة أخرى تسعى الميليشيات إلى تسويق ما تطلق عليه بالعملة الإلكترونية كعملة وهمية بديلة والتي حذر منها العديد من خبراء الاقتصاد وأكدوا أنها خطوة الغرض منها نهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين. مفارقة غريبة وإرهاب مركب تقوم به ميليشيات الحوثي من نهب لرواتب الموظفين من جهة ومنعهم من استلام رواتبهم بالعملة الجديدة من الحكومة الشرعية من جهة أخرى. الإجراء الحوثي تسبب بانعدام غير مسبوق للسيولة المالية في مناطق سيطرة الميليشيات وتوقفا شبه تام للحركة المالية من حوالات خارجية وداخلية وحرمانها لأكثر من 123 ألف موظف من استلام مرتباتهم والتي كانت ترسل الحكومة الشرعية إليهم في مناطق سيطرة الميليشيات عبر المصارف والبنوك. مصدر مسؤول في البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء قال إن الإرهاب النقدي والتعسف الذي تقوم به الميليشيات الحوثية لتدمير العملة الوطنية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية وتهديد كبير للأمن الغذائي الوطني وتوسيعا للأزمة الإنسانية ويفاقم المجاعة. الحكومة اليمنية من جانبها حذرت المصارف والبنوك من الانصياع لتهديدات الميليشيات، وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرات شدد فيها على عدم الانصياع لقرار الميليشيات الحوثية، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستوريا وقانونيا تعد مخالفة يعاقب عليها القانون، ويعتبر الصمت جراء هذا الإرهاب الحوثي المدمر للاقتصاد الوطني والتناول السطحي للقضية من جهة المنظمات الدولية وخطورة هذه الحرب الاقتصادية التي تمس الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي جريمة لا تقل عن خطورة السكوت عن جرائم الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على مختلف المناطق اليمنية. للحديث حول هذا الموضوع في هذه الحلقة يسرنا في مستهلها أن نرحب بالأستاذ عبد الواحد العوبلي الخبير الاقتصادي. أستاذ عبد الواحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساءكم سعيد. يعني بين الفينة والأخرى ما تلبث ميليشيات الحوثي إلا وأن تأتي بكارثة أخرى تحملها المواطن وتثقل كاهل هذا المواطن. برأيك ماذا تريد الميليشيات الحوثية من مثل هكذا قرارات بمنعها تداول العملة وأيضا حتى أنها حاولت أن تسحب العملة الجديدة من أيدي الناس كما تشير كثير من المصادر والأخبار؟ مبدئيا الحوثيين
يستغلون أي فرصة وأي مناسبة لنهب أموال الناس والحصول على أكبر قدر من السيولة لتمويل حروبهم العبثية. وما هذه الحجة التي استخدموها مؤخرا، حجة العملة الجديدة أو أن العملة الجديدة قد تضر بالاقتصاد الوطني وما إلى ذلك، إلا حجة جديدة من حججهم المتكررة للاستيلاء على أموال الناس والحصول عليها دون وجه حق. هذا واحد من الأسباب. نعم. السبب الثاني الذي قد يكون دفع الميليشيا الحوثية لقرارهم هو أنهم سبق ونهبوا المليارات من العملة القديمة، وهم يخشون أن تقوم الحكومة الشرعية في أي وقت بمثلا إلغاء التعامل بالعملة القديمة، وبالتالي هم سيخسرون ما جمعوه طوال السنوات الماضية، وهذه ستشكل خسارة كبيرة بالنسبة لهم. نعم. السبب الآخر الذي قد يكون دفعهم هو أنهم يتمترسون بالناس ويستخدموهم كدروع بشرية حتى في الجانب الاقتصادي، فهم مثلا قد يطمحون من هذه الحركة أن يضغطون على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات المالية الدولية أن يحصلون على اعتراف خاص بهم أو بنك خاص بهم أو جزء من البنك المركزي يكون لديهم، بحيث يكون لديهم الشرعية لإصدار نقود خاصة بهم، يعني يكون هم قادرين على طباعة النقود. وهم حاولوا قبل سنة تقريبا أنهم يطبعوا نقود مزورة من فئة الألف ريال، وساعدتهم بذلك قيادات في الحشد الشعبي الإيراني، ولكن تم كشف العملية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وتم إيقاف هذه الكمية. طبعوا تقريبا حوالي 18 إلى 20 مليار ريال يمني كان من المزمع ضخها إلى السوق، لكن وأيضا مصادر تقول أنهم قاموا بطباعة 5000 ريال، ورقة أبو 5000 ريال، طبعوا ورقة 5000 ريال، وطبعوا ما يسمى بقسائم، على كانوا يطمحون أنها تكون يعني تستخدم لاستبدال المواد الغذائية أو ما إلى ذلك، كانوا يطمحون أن تصبح بديلا عن العملة الرسمية اليمنية، ولكن تم مصادرة هذه الكميات في أحد المناطق في مارب أو في شبوة أو ما إلى ذلك قبل وصولها إلى صرعاء. وهي عموما البنك المركزي اليمني موجود في عدن، وهو الوحيد المعترف به من قبل المؤسسات المالية الدولية، وهو الوحيد القادر على إصدار عملة، وهو المخول بإدارة السياسة النقدية داخل الجمهورية اليمنية. نعم. وبالتالي لا حق ولا إمكانية لدى الحوثيين بأن يصدروا عملة أو أن يتصرفوا أي تصرف في هذا الجانب. أستاذ عبد الواحد، للتذكير فقط والمشاهد يتابعنا الآن، المحاولات تلو الأخرى التي قامت بها ميليشيات الحوثي للقفز على منظومة العمل المالي والمصرفي وإضعاف العملة اليمنية منذ أن ظهرت إلى سطح العمل العسكري والسياسي واستولت على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات. بالتأكيد، وهذا يعكس حالة التخبط التي تعاني منها. يعني أولا، أول ما ظهرت قامت بنهب الخزينة العامة للدولة والمليارات التي كانت موجودة، أكثر من 4 مليار وكسور، وانتهت خزينة الدولة مما كانت فيه من 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 أموال. أخذت 700 مليون دولار الوديعة من الوديعة السعودية التي كانت حينها موضوعة لدى البنك المركزي كدعم للعملة.
والخطوات هذه نريد أن نتذكرها ليعلم المشاهد الكريم حجم الكارثة التي جرتنا إليه هذه الميليشيات بقراراتها الكارثية وأفعالها الدموية في الميدان والدموية في الاقتصاد أيضا والمعاناة من المواطنين. نهب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من قبل الحوثيين لم تكن إلا بداية الحكاية. نعم. هنا فقدت المؤسسة المصرفية لليمن الغطاء المالي الذي يسمح لها بإصدار العملة وبإصدار الاعتمادات المستردية الخاصة بالاستيراد، وهي كانت الصدمة أو الضربة الأولى التي تلقاها الاقتصاد الوطني وتسبب في انهيار سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. لحق لنهب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية عدة إجراءات قام بها الحوثيين، وهي طباعة عندما كان البنك المركزي لا يزال موجود في صنعاء. نعم. أصدر الحوثيين حوالي 500 مليار ريال من النقود الجديدة ما بين عامي 2015 و2016. نعم. كانت الحجة وقتها أنهم سيواجهون نفقات الحكومة ويدفعون الرواتب. نعم. وهذه كانت أول الخطوات التي سببت التضخم الذي حصل للريال اليمني، وفقد على أساسها تقريبا 100% من قيمته. نعم. في منتصف 2016 قدم محافظة البنك المركزي طلب آخر إلى الرئيس هادي لطباعة 400 مليار ريال أخرى بالإضافة إلى 500 مليار السابقة، وذلك بحجة استبدال العملة التالفة. نعم. وكل هذا أيضا هذه كانت خطوة أخرى سببت في التضخم. فالتضخم وطباعة العملة هم من بدأوا، ولكن عندما كانوا هم يقومون بهذه الإجراءات كان الوضع طبيعي ولا يوجد هناك مشاكل، ولكن عندما اضطرت الحكومة للقيام بهذه الخطوة جاء الحوثيين ليعترضوا ويطرحون مبرراتهم أن هذا ضد الاقتصاد الوطني ويضر بسعر الريال وما إلى ذلك. نعم. عودة يعني ما كان موجود في مخازن البنك المركزي من عملات تالفة وإعادة تدويرها في السوق، تأثير ذلك على مشهد ما نحن فيه اليوم؟ أولا العملة التالفة هي كانت تالفة وتم استبدالها بعملة جديدة، وبالتالي أن أنت تعيد ضخ هذه العملة التالفة إلى السوق وكأنك بتضخ عملة بدون غطاء. بدون غطاء. وبالتالي نعم، وبالتالي أنت بتسبب زيادة في التضخم، وهذه نفس النتيجة التي بتؤديها ضخ عملة جديدة من كميات من العملة الجديدة. في النهاية هي عملة بدون غطاء وتم استخدامها، مع الفارق أنه حصلت مشاكل كثيرة بسبب أنه أصلا هذه العملة غير صالحة للاستخدام. نعم. وكانت تالفة وتسببت في مشاكل كثيرة، وناس كثير ما قدروش يصرفوها وتسببت بخسائر تعرضوا لها المواطنين أنفسهم. يعني يستلم مثلا 100,000 ريال من العملة القديمة التالفة يخسر 20-30% منها بسبب تلف هذه الأوراق المالية، ويدخل في مشاكل مع الناس لعدم قدرته على الشراء بها. نعم. أستاذ عبد الواحد العوبل الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. أيضا معنا الأستاذ عادل الأحمدي الناشط السياسي والصحفي. أيضا أستاذ عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ فؤاد وجميع مشاهديك وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك. يعني إذا ناقشنا وعي الميليشيات الحوثية بخطورة ما تقدم عليه، ليس عليها فقط ولكن على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والعملة، إلى أين تريد أن تصل بنا هذه الميليشيات بمثل هكذا قرارات وأفعال تقوم بها وتمارسها في أرض الميدان وبقوة السلاح وإجبار الناس على المضي بما تريد؟ بطبيعة الحال لو
نظرنا إلى الجماعة الحوثية على أنها تفكر بمسؤولية في أي ملف من الملفات، ما كانت أصلا أقدمت على عمل أو على فعل من هذا النوع. هذه ميليشيات متخلصة من كل أعباء ومن كل يعني أعباء ضميرية أو مسؤولية أو وطنية، وكأنه لا يكفي الشعب هذا أن أدخلته هذه الميليشيات في حرب طاحنة أثلت الأخضر واليابس، واستولت على السلطة بقوة السلاح وقطعت رواتب المعلمين واستولت على المساعدات الجائعين، ثم بعد ذلك تقوم ب يعني حظر العملة الجديدة، وبالتالي وكأنها تقوم بإفقار قطاع كبير من الشعب، هم فقراء بالأساس ولكنهم يعني ايش تنقلهم الى خانة ما تحت خط الفقر ايضا. هذه عبارة عن نهب وسطو على اقوات الناس وعلى جيوبهم، الغرض منه وجود شعب جائع مستكين لا يستطيع ان يتحرك ولا يستطيع ان يرفض. وهذا الامر هو طبعا خطة إمامية قديمة، كان الأئمة في الوقت في الحقبة الماضية يقومون بأعمال مشابهة، وهذا ذكرته في كتابي الزهر والحجر. نعم. أنهم يقومون بإلغاء عملة متداولة فيصبح الغني بين يوم بين عشية وضحاها فقيرا. تمام، هذا نهج متبع، وكان عندما نشرت هذا الشيء كان الناس مستغربين وغير مصدقين. الآن ها هم نعيش هذا الأمر عيانا بيانا في مثل هذا التوقيت في مثل هذا العصر، وخداعهم بعملة إلكترونية، وما عملة إلكترونية هو عبارة عن يعني ذرة رماد في العيون بعد أن يسرقوا الناس ويبيعوهم الوهم. نعم. يقال أنه خلال الفترة الماضية يعني 4 سنوات أو 5 سنوات من الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على البلد اقتصادا وحربا وإنسانا، جمعت أموال طائلة وذهبت بها إلى كهوفها في صعدة. ماذا يعني حربها على عملة جديدة؟ هل تخاف على مخزونها على مخزونها من ما نهبته من 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 الريالات اليمنية والأموال والملايين والمليارات التي نهبتها خلال الفترة الماضية، بحيث أنها تتخوف أن يتم إلغاء مثل تلك الأرقام القديمة؟ لا أعتقد ذلك، لأن نزول عملة جديدة لا يعني إلغاء الأرقام القديمة، إنما يعني سحب الثالث منها واستبداله بجديد. وبالتالي فإنهم حتى هم كانوا بإمكانهم أن يستبدلوا مثلا عملاتهم المخزنة أو المدخرة لديهم والمنهوبة في خزائنهم وفي كهوفهم، كان بإمكانهم استبدالها. ولكن هناك أستاذ عادل، فقط في هذه الجزئية هناك آلية تقوم بها الدول في حال استبدال العملات، يعني حتى نعم. أن حتى هناك مسؤولية في استبدال العملات، فلا يجوز ولا يمكن قبول أن أستبدل مثلا 100 مليار يمتلكها شخص ليس لديه أي أصول مقابل 100 مليار، وهذا ما حصل في الهند في مؤخرا. يعني ربما هذا يطبق في الدول التي ذات قوانين مالية صارمة وواضحة، ولكننا في الوضع اليمني تستطيع أن تستبدل بكل سهولة سواء عملات صعبة أو عملات محلية. نعم، ليس هذا مبررا. أعتقد أن الهدف الأعمق هو المزيد من إفقار هذا الشعب والمزيد من إثراء هذه الميليشيات، لأن العملة التي يسحبونها من الأسواق هم يتعاملون بعد ذلك بها مع مناطق الشرعية. فمثلا الحوالات التي يعني مثلا الأشياء التي يشترونها التي يضطرون لشرائها من المناطق المحررة يشترونها بالعملة الجديدة، وبالتالي هم ينهبون هذه الأموال ويستفيدون منها. ويعني أنت أمام حالة نهب واضحة الآن. تخيل على كل 100 ألف ريال تحول مثلا من داخل عدن أو من داخل سيئون أو المهرة أو إلى داخل صنعاء أو إب أو ريما أو كذا، على كل 100 ألف 10 ألف. هذا على يعني هذه العشرة ألف تعود، هذه العشرة ألف تعود لمحلات الصرافة وإلا للميليشيات الحوثية؟ لا، الآن محل الصرافة تجي صعوبة، لأنها السيولة لا يوجد توازن ما بين العملة القديمة والجديدة، وبالتالي رفع يعني أنت ستستلم مثلا في مناطق المحررة ستستلم حوالة بالعملة الجديدة، ولكنك لا تستطيع بعد ذلك أن تصرفها بنفس العملة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية. بالتالي قاموا برفع الإتاوات أو بالأصح رسوم التحويل، هذا كله من ظهر المواطن.
نعم. يعني آفات هذا القرار لا تقف عند حد ولن تقف عند حد، يعني صراحة بس إنهم أثبتوا من خلال هذا الإجراء إلى أي مدى أنهم لا إنسانية لديهم حتى بالحد الأدنى، ولا وطنية لديهم حتى يعني نقول بنسبة 1% على الإطلاق. هؤلاء عبارة عن مشروع إفقار وتجويع وتدمير لكل ما هو وطني، لكل ما هو إنساني، لكل ما هو يعني قائم في هذه البلاد منذ أن قامت الثورة إلى الآن. يريدوا أن يحطموا كل شيء، يعني والله لو يبيد يباد هذا الشعب عن بكرة أبيه، ما إن هذا ربما مطلب من مطالبهم، لأنهم لديهم مشكلة مع هذا الشعب، لديهم مشكلة مع هذا الشعب حقيقة منذ أن جاء الأئمة إلى الآن، هم عبارة عن حرب متواصلة ضد الذات اليمنية. نعم، بصفتك كمتابع يعني دقيق للوضع في مناطق سيطرة الميليشيات أيضا، كيف تقرأ تقبل الناس لمثل هكذا قرارات وتفاعلهم مع مثل هكذا تعسف؟ الناس مصدومين من هذا القرار، الناس مصدومين، حتى بعض الأشخاص الذين هم مثل ما كانوا يداهنون الحوثي ويصفقون له وكذا، هذا القرار على فكرة لم يستطيعوا أن يظهروا ترحيبا به أو حتى عدم امتعاض، بالعكس هناك حالة تبرم شديدة جدا. لا يوجد أي مبررات مقنعة اقتصادية أو حتى وطنية أو أي من أي نوع مثلا يستطيع أن يقدمها الحوثيون لتبرير مثل هذا الإجراء الأحمق، حتى لكأنني يعني ظننت في لحظة معينة أنهم ربما من كثر حالة الرفض الاجتماعي والشعبي في مناطق سيطرتهم أنهم قد يتراجعون عن هذا القرار، وإن بشكل غير معلن، ولكنهم يبدو ماضون فيه. هذا دليل أنهم ليس عندهم أولا اكتراث، ولا ليس لديهم أي مبالاة بمشاعر اليمنيين ولا في مناطقهم أو في غير مناطقهم، وكذلك ليس لديهم إحساس بمدى الخسائر التي يبنونها على أنفسهم، جراء أنهم صراحة هناك نزيف حتى نزيف في شعبيتهم حتى لدى الأوساط الصغيرة أو القليلة التي كانت تؤيدهم. نعم، هم اتخذوا جملة من القرارات حقيقة خلال الفترات الماضية ضد العملة اليمنية، حاربوا العملة اليمنية، حاولوا قدر الإمكان تعويم هذه العملة بحيث أنها لا يكون لها سعر، أيضا استخدموا العملة الجديدة المنهوبة كما يقال بشراء العملة الأجنبية، وفشلوا خلال الفترة الماضية حقيقة. برأيك هل سيستمرون في خلق قرارات جديدة، يعني خطوات جديدة، رؤى وتصورات من هذا القبيل، أم سيتوقف مثل هذا النشاط أو مثل هذه الجرائم في حال أنها لم تفدهم، ليس لها مردود إيجابي عليهم؟ نعم، أنا لا أظن أبدا أن تصرفاتهم الحمقى والضارة بالمجتمع اليمني وبأنفسهم أيضا أنها ستتوقف، لأنهم ليس لديهم عقول تفكر بشكل سليم. طبعا من اللازم أن ننبه المشاهد الكريم على أنه من أخطر بذات المشاهدين في مناطق سيطرة الميليشيات، أنه من أخطر الجوانب الناتجة عن حظر العملة الجديدة في هذه المناطق أنها عملية احتيال مسبقة على التوجه الحكومي الرامي لصرف رواتب الموظفين في هذه المناطق. نعم، الآن كيف ستصير الرواتب عندما تقرر الحكومة الشرعية الآن وتنتصر على جميع العقبات والعراقيل وبالتنسيق مع التحالف والمنظمات الدولية المعنية لتسليم رواتب للوصول إلى آلية لتسليم رواتب الموظفين؟ نعم. الآن والمتقاعدين وضعوا حجر عثرة مشتقة أمام هذا الأمر، فهو عبارة عن عملية حرب يشنونها مثل ما شنوا حرب عسكرية على الشعب هذا اليمني، وحرب تجويع، الآن حرب اقتصادية جديدة لمنع، يعني مثل ما لا 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 رحموا الناس ولا جعلوا رحمة الله تنزل. نعم، الأستاذ عادل الأحمدي الناشط السياسي والصحفي أيضا، شكرا أستاذ عادل، يعطيك الصحة والعافية. أيضا يسرنا أن يكون معنا الأستاذ يوسف أحمد سعيد الخبير الاقتصادي. دكتور يوسف، دكتور السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله دكتور يوسف سعيد أحمد. دكتور يوسف سعيد أحمد، شباب أنا حافظ اسمك دكتور يوسف. يعطيك الصحة. نعم حياك الله. لكن دكتور، يعني متابعة للوضع الاقتصادي وأنت يعني حاضر في مشهد العملية الاقتصادية في والعملة
والإشكالات الحاصلة في وضعنا الاقتصادي والمالي في اليمن، برأيك كخبير اقتصادي كيف تنظر إلى مثل هكذا قرارات فوضوية في تتخذها الميليشيات الحوثية وتأثيرها على المواطن بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام ودورة حركة المال على مستوى الدولة؟ حياكم الله. نعم، يعني أنا جاوب على الأجيب على سؤالك، أنا أركز على البعد الاقتصادي. نعم، الواقع أن أولا يجب أن تتفق أن حجم السيولة والإصدارات النقدية في أي بلد يجب أن تتوافق مع حاجة الاقتصاد حتى يكون هناك توازن ما بين الجانب النقدي والجانب الإنتاجي أو الإنتاجي. نعم، الاستفادة من إجراءات من منع تداول العملة السابقة الجديدة، طبعات الجديدة مش عملة، طبعات جديدة. نعم، بحجة أنها غير قانونية، كلام لا ليس له منطق اقتصادي، لأن اللي اصدر العملة هذا هو بنك مركزي معترف به دوليا. نعم، البنك المركزي من العاصمة في قطاع غزة، شئنا أو غيره، هذا حقيقة. طيب، إصدار العملة في اللي جرت الفترة الماضية وحالية، يعني هي طبعا من أعمال 2013، هذا الإصدار تنزل بقص، كانت جزء منها، جزء كبير منها لمواجهة كلف العملة. نعم، جزء كبير من العملة القديمة من الطبعات القديمة غير صالحة للدول، ومعروف ومسموح أنه كثير من الأموال أخرجت مطبوعات النقدية، أخرجت من البنك المركزي، كانت تم إلزام الناس بتداولها، والآن تحصل لها كلفة لدى مخازن البنوك ومحلات الصرافة، مزنين بتداولها وهي غير صالحة، رغم أن العمر الفني للعملة في حدود 17 شهر. بمعنى آخر أن جزء كبير من هذه العملة اللي أصدرت هي كانت لمواجهة حاجات الناس للعملة. العمر الفني للعملة، لتداول العملة في السوق 17 شهر. حسب نوع الطباعة، والمادة الخام التي صنعت منها. طبعا الحديث عن عملة قانونية وعملة غير قانونية أخذ بعد سياسي دون أن يحتسب التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للناس. نعم، يعني لو تخيلت الأمر أن فلاح سيء أراد أن يعمل على ري حقله وحاول أن يغمر منطقة بالمياه، والمنطقة الأخرى يحاول أن يجعل الماء يتدفق بشكل طبيعي، ألا يؤثر هذا على إنتاجية الحق ذاته؟ شيء طبيعي. حتى الآن يعملهم على أساس أنه عجز السيولة في منطقة ومنعها في منطقة أخرى، بحيث أنه يكون كمية أكبر من السلع من النقود تطارد كمية أقل من النقود من السلع، كمية أكبر من النقود تطارد كمية أقل من السلع. نعم، العملية لا تنجح في إفراط واحد وفي بلد موحد، يعني عقلين تشتغل فيه وتنتج وتبادل المصالح ويعتمد على قاعدة قانونية وعملة موحدة اللي هو الريال اليمني. نعم، هذا اللي حدث غير سليم. لذلك التكلفة الآن اللي يحدث الآن حتى في التحويلات هي عبارة عن نوع من الضرائب على المواطن، وهذا شيء ما بين الناس فيها تأثير على وضع على تحويلات الناس، على دخولهم، على النشاط الاقتصادي، طبعا سبب القلق للناس وعلى استقرارهم، لأنه وأثرت على العملة على سمعة العملة كعملة قانونية وكعملة طبيعة سيادية. العملة لها طبيعة سيادية في كل بلد، أنت لما تقول أن هذه العملة غير قانونية وأن هذا صادرة من الأعداء وهذا القديمة صادرة من الوطنيين، هذا الكلام يؤثر على قيمة عملتك، وبالتالي واحد من الأسباب اللي تؤدي إلى ارتفاع
مستوى الاسعار والظهور القوى الشرائيه للعمله بسبب ايضا انت لا تعطي عملتك هذه القيمه نعم الامنيه. طيب هناك يعني نقطتين هامتين. النقطة الأولى هي ما جدوى مثل هذه القرارات بالنسبة للحوثيين؟ والنقطة الثانية ما هي هذه العملة الإلكترونية التي تحاول الميليشيات الحوثية فرضها على الناس للتداول؟ وهل يعني المنظومة التي نعيش فيها الإلكترونية ومنظومة الاتصالات وبشكل عام تخدم مثل هكذا التوجه في بلادنا؟ أنت يا سيدي أدب سألت وأدب فعلا الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي والبنية البنية الاتصالات وبنية التكنولوجية في اليمن ضعيفة جدا. نحن لا يصل عندنا النت، أتكلم معك والنت مقطوع. نعم. كيف يمكن التعامل الالكتروني ان يعوض العمله الطبيعيه القانونيه الورقيه من الصعوبه والمتاعب؟ وبالتالي هذا يظل طموح، لكن في الوقت الراهن ويجب ان يكون في اطار دوله واعيه يعني في اليمن بشكل كامل وليس جزئيا في منطقه. هذا لا يحقق الاحداث الاقتصاديه والاجتماعيه. طبعا انا اشير مثلا لو ان العمله الطبيعه القديمه اتخذها الحكومه الشرعيه مثلا بسبب رداءه العمله القديمه اتخذت قرار باعتبار العمله القديمه الطبعات القديمه ملغيه. نعم. واعلنت اعتماد الطبعات الجديده كعمله قانونيا واعطت هذا للناس. كيف سيكون رد فعل الناس او الاخوه اللي اتخذوا هذه القرارات بناء على العمله القانونيه؟ كيف سيكون ردهم؟ لان هذا يمكن شيء مشروع يقول انه هذا يؤثر على العمله يعلنون الاستنفار ويطلبوا منهم التدخل لان هذا صعب لان هذا المساله هنا هي الشعور بمسؤوليه. يعني الاقتصاد له حساسيه معينه والتعامل معه يجب ان يكون بعيدا عن البعد السياسي. نركز على هذه الخطوة. على دعني بس دعني يعني بنظرك دكتور يوسف ما هي الخطوات التي يجب أن أو يعني تتمنى أن تقوم بها الحكومة الشرعية لمواجهة مثل هكذا قرارات تعسفية ظالمة ويدفع ثمنها المواطن البسيط والموظف البسيط والمتقاعد البسيط في منزله الذي كان يعني كان يحدوه الأمل لاستلام راتبه وأن يصرف على أبنائه وأطفاله كما يعمل الكثير؟ يعني أنا طبعا أتمنى من السلطة النقدية والمركزي أن يتعامل بصورة حازمة مع هذه الظاهرة مع هذه المشكلة الجديدة. وطبعا واحد من المداخل ايضا منع المباراة كاملة في اسعار الصرف. الرقابة الشديدة والقانونية على محلات الصرافة. لأن هذه كل هشيم بحاجة إلى رقابة وبحاجة إلى إقضاء هذا القانون، قانون المصرفي، قانون الصرافة. يعني بمعنى آخر لابد أن تكون هناك إجراءات أيضا للحد من المضاربه في اسعار الصرف طبعا وانتهت. والامر يحتاج ايضا جهود كبيره للاخوه او الاشقاء او دعم الدولي لتعزيز احتياطيات المركزي. البلد المركزي يحتاج الى تعزيز احتياطياته ويحتاج الوديعه السعوديه الى تجديد لانه كانت الاقل تغطي جزء كبير من حاجه التي تسبب البنك المركزي مبالغ كبيره. ولهذا لابد من ان الاخوه او الاشقاء نتمنى ونرجو ونتطلع يقوموا بدعم احتياطي البنك المركزي وتبديل المبيعات السعوديه. وبالتالي لابد من البنك المركزي ان يمارس سياسه نقديه فعاله هذه الاجراءات يمكن لا تستدام الاجراءات اللي اتخذت
منع العمله الجديده الصناعات القديمه كيف لها مستقبل؟ وهي ناتج عن اجراءات بقسوه، يعني معنى اخر مش هي بهمه السوق وقادره السوق وتفاعل الناس، ولكن انت تنذر الناس، انت تنذر الناس على التعامل مع طبعات قديمه ومنعهم من الثروه، وهذا يؤثر على الاقتصاد ويؤثر سوى في اي مكان. صنعاء مربوطه يتاثر الاقتصاد والمعاملات الاقتصاديه تقل، وبالتالي النشاط الاقتصادي يقل بدون عمله يتداول، لان مسؤوليه العمله يجب ان تؤدي وظائفها توقيت للتبادل ومخزن للقيمه ومجموعات العمله. هذا الغرض عندما انت تحد من قيمه عمله او من عمله. دكتور دكتور يوسف دكتور يوسف دكتور يوسف الا يعني سؤال اخير في اي مكان، سؤال اخير دكتور يوسف، الا يبرر مثل هكذا سلوك لان تتخذ الحكومه موقفا كما قلت لالغاء ارقام معينه وخاصه المبالغ التي سحبتها الميليشيات الحوثيه من مخازن البنوك والتي كانت يعني مخزنه كتالف او التي ايضا موجوده في دوره المعاملات النقديه والماليه في السوق ويجب سحبها والغائها، وخاصه المهترئه والتي اصبحت غير قابله صحيا للتداول ليس فقط معاملاتيا، حيث ما تصل يد الدوله يجب ان تتخذ الاجراءات الى حيث ما تصل يد الدوله في النشاط الاقتصادي وفي المناطق، لكن الدولة تتعامل يجب ان تتعامل بصوره مسؤوله بشكل مسؤول، يجب ان يعني لا تتوقع من الدوله ان تتخذ اجراءات مماثله بهذا الحده وبهذا او اعلان الطبعات القديمه غير جائز التعامل معها، وهذا الدوله المسؤوله عن الناس، وبالتالي يجب ان ناخذ بعين الاعتبار هذا العامل، لكن هذا لا يعني انه الدوله اذا بس متفرده او الحكومه او الجهات الاخرى المعنيه بالنقود ان تقف يعني متفرج او انه بدون نشاط قوي للحد من هذه الظاهره والحد من التضخم، وبالتالي الحد من مواجهه المضاربه في السوق والعمل على تعزيز احتياطيات البنك المركزي لمواجهه بحيث تتوائم الكتله النقديه مع الكتله السلعيه مع الاحتياطيات النقديه الموجوده في البنك المركزي. نتمنى هذا الكلام يصل للاشقاء ايضا. شكرا جزيلا دكتور دكتور يوسف سعيد أحمد الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من عدن، شكرا لك. يعني الإجراءات التي تقوم بها هذه الميليشيات لم تقم بها أي ميليشيات في العالم كما يقال، أي انقلاب في العالم، أن توقف الناس في الطرقات، أن تتعدى على حقوق الناس، أن تتعدى على المصارف، أن تتعدى على البنوك، أن تقوم بسحب هذه الأموال بالقوة، أن تعطي مهلة زمنية محددة، وعندما يعني تجبر من يمتلك مبالغ نقدية بسيطة بالذهاب إلى مكان لاستبدالها بمبالغ تالفة ومبالغ أقل لا تساويها، أوقفت حركة الصيرفة، أوقفت حركة الحوالات داخل البلد، نهبت الأموال العامة خلال الفترات الماضية، نهبت المليارات وذهبت بها إلى الكهوف في صعدة ومولت حربها وما زالت تمول حربها، فرضت الضرائب المختلفة، فرضت الأتاوات الغريبة والعجيبة على الناس، لم يبقى بيت في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلا ودفع لهذه الميليشيات تحت مسميات ومبررات اختلقتها هذه الميليشيات وتخترقها يوما بعد آخر. اليوم وفي هذه الفترة تقوم بإصدار مثل هذه القرارات وتمنع الموظفين من استلام رواتبهم التي كانت عبارة عن حوالات تأتي عبر المصارف والبنوك من الحكومة الشرعية ذات المسؤولية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الأخلاقية لإيصال هذه الأموال لمستحقيها من الموظفين في مختلف القطاعات في الدولة. معنا أيضا الصحفي والناشط السياسي الأستاذ رياض الأديب. أخي رياض السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ فؤاد. نحن نتابع ما تقوم به هذه الميليشيات الحوثية
من محاولة لإيجاد لإفقار المواطن اليمني بشتى السبل، فحرمته من راتبه وصادرت هذه الرواتب خلال الفترات الماضية، واليوم تحرمه من استخدام راتبه الذي يرسل له من الشرعية أو ما حصل عليه من أموال من مغترب أخوه أو أبوه أو عمه، وتمنعه من استخدام وتداول العملة بحجة أنها عملة غير قانونية. كيف يعني تبلور أو كيف تتحدث أخلاقيا؟ كيف يمكن أن نعبر عن أخلاقيات وسلوك هذه الميليشيات التي لم ترعوي حتى في وضع الناس وحالات الناس وحاجات الناس لأقل شيء؟ لا نضغط عليهم بكل هذه الوسائل التي تقوم بهذه الميليشيات، وما وصل إليه حال المواطن اليوم؟ نعم أخي فؤاد، معروف بأن الميليشيات الحوثية ترتكب العديد من الجرائم تجاه الشعب اليمني، وما الخطوات الأخيرة التي قامت بها والتي تعد كارثة اقتصادية بكل المقاييس لحقت بالشعب اليمني من أقصى إلى أقصى المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، هي كارثة اقتصادية دمرت الاقتصاد الوطني ولحقت الضرر الكبير بالمواطن الذي يعتمد كليا على الراتب الذي يأتيه من الشرعية. هي لم تقم أيضا بقطع مرتبات الموظفين منذ أكثر من 5 سنوات، ها هي اليوم أيضا تقوم بمحاربتهم ومنع استلام رواتبهم من قبل الحكومة الشرعية التي التزمت أخلاقيا بتوفير الرواتب بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر به الحكومة الشرعية نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على كل الموارد التي كانت تصل للحكومة قبل الانقلاب المشؤوم. هي تقوم بالاستحواذ على الموارد التي تأتي للدولة ومن ثم تمتنع على صرف المرتبات، وعندما تتدخل الحكومة الشرعية كواجب أخلاقي تجاه الموظف المغلوب على أمره تقوم بمحاصرته ومنع تداول العملة الجديدة. وبالمقابل نشاهد ونرى ونقرأ بأن هناك العديد من الحيل التي لجأت إليه ميليشيات إيران للحرب على المواطن، ها هي اليوم تقوم باختراع أو ما يسمى بالعملة الإلكترونية، والهدف من ذلك هو الاستحواذ على العملة الجديدة ومن ثم تقوم بشراء العملات الصعبة والثراء الغير مشروع لهذه القيادات الحوثية المشؤومة التي ما تزال حتى اليوم للأسف الشديد تحارب المواطن بمعيشته وسط تخاذل ودولي من كل الدول للأسف الشديد، وحتى أيضا من الأمم المتحدة التي إلى حد اليوم لم تتخذ أي موقف تجاه هذا التعنت الحوثي للأسف الشديد. نعم، هناك أحد يعني المسؤولين في البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الميليشيات قال، لو يعني لا نذكر اسمه، قال أن هناك إرهابا اقتصاديا ونقديا تمارسه ميليشيات الحوثي. نعم. وهو موجود في صنعاء هذا الرجل. يعني نعم أخي العزيز، يعني يقرؤون ماذا تمارسه ميليشيات الحوثي الميليشيات الحوثية بحق الاقتصاد وبحق أقوات المواطنين. نعم أخي العزيز، لم يعد خافيا ما تقوم به الميليشيات الحوثية من إرهاب اقتصادي تجاه المواطن المغلوب على أمره، ورأينا خلال الأيام القليلة الماضية بأن هذه الميليشيات تمن على بعض الموظفين بتسديد أو بتسليم ربع راتب لكل من تجدهم بأنهم ملتزمين بسياستها التدميرية للأسف الشديد، بينما المواطن المسكين البسيط الذي محروم من راتبه منذ أكثر من 5 سنوات يعاني الأمرين، أمر عدم حصوله على مرتبه وأمر الانقلاب الحوثي، وأمر أيضا الذي هو عدم حصوله على ما يكاد يسد به رمق جوعه نتيجة هذا الوضع. نجد اليوم بأن العملة للأسف الشديد بدأت بالتدهور، نجد بأن العملة في عدن سعرها مقارنة في صنعاء يكاد يكون أكبر، وذلك نتيجة بأن الميليشيات الحوثية تقوم بالاستحواذ على العملات الجديدة ومن ثم عبر وكلائها وعملائها للأسف الشديد في المحافظات الجنوبية تقوم بشراء العملات الصعبة. كيف لهذه الميليشيات الحوثية التي
تمنع تداول العملات الجديدة تسمح بشراء العملات التي تصفها بأنها من دول العدوان مثل الريال السعودي والدولار الأمريكي، بينما العملة الوطنية تقوم بمحاربتها. هي الهدف منها محاربة وكما قلت المواطن في قوته. ونجد بأن الميليشيات الإيرانية كلما دخلت دولة، ليس اليمن فقط وإنما في كل الدول التي تقع فيها ميليشيات تخضع للسلطة الإيرانية، نجد بأنها تعاني من كل الأمور التي تحرم المواطن من طيب حقوقه. أنا بس دعني أكمل الفكرة حقيقة من البداية. يعني في المقابل طبعا المنظمات الدولية التي كانت تتكلم كثيرا عن المسؤولية الأخلاقية للحكومة اليمنية لإيصال لصرف رواتب الموظفين وإيصالها إلى المناطق، لم نرها تتحدث مطلقا عما قامت به الميليشيات الحوثية ومنعت من وصول هذه الرواتب إلى 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 مستحقيها. نجد أن هناك مئات العشرات الآلاف من الموظفين لم يستلموا رواتبهم بحجة أن هذه الرواتب أتت إلى المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية وبالعملة الجديدة. المتقاعدين أيضا لم يستلموا رواتبهم. أين هذه المنظمات الدولية من ما يحدث من هذا التعسف، من هذا الإجرام، من هذا الإذلال لكرامة الناس وإهانتهم؟ للأسف الشديد أستاذي فؤاد، المنظمات الدولية تكيل بمكيالين. نلاحظ بأن الدول التي لديها منظمات عاملة في اليمن تكاد تلتزم الصمت. إلى حد اليوم لم تتحرك هذه الدول الكبرى أو الدول ذات الأهمية بتصنيف هذه الميليشيات كمنظمات إرهابية، لأنها تمارس كل الإرهاب تجاه المواطن بدءا من القتل والسحر ومن ثم محاربته في قوته. نجد بأن هذه المنظمات الدولية أيضا ليس لها هم إلا كيفية الاستحواذ على المساعدات التي تأتي من الخارج أو من بعض الدول الصديقة للشعب اليمني، ومن ثم الاستحواذ على عشرات المليارات من الدولارات تحت مسميات مساعدة الشعب اليمني. المنظمات الدولية للأسف أخي فؤاد ومن وراءها سفرائهم يكاد ليس لديهم أي تأثير على هذه الميليشيات الإرهابية ويلتزمون الصمت. العالم كله يلتزم الصمت مما تقوم به هذه الميليشيات. للأسف الشديد اليوم رأينا مسؤول في البنك المركزي اليمني يلتقي بالعديد من السفراء ويطرح قضية منع التداول ومحاربة المواطن بقوة، ولكن كل ما يصدر من هذه المنظمات ومن مسؤوليهم هو الوعود فقط، دون أن يكون هناك تحرك عاجل، تحرك يلمس المواطن البسيط المغلوب على أمره بأن هناك اهتمام به وبمستحقاته. للأسف الشديد ما زالت المنظمات الدولية تلتزم الصمت، مثل ما قلت بأنها نائمة في العسل. نعم أستاذ رياض الأديب الصحفي والنشط السياسي، شكرا جزيلا لك. نحن بدورنا نقول للميليشيات الحوثية الإجرامية: دعوا الناس تأخذ رواتبها، دعوا الناس تتعامل بالعملة الموجودة والحاضرة في السوق، لا تضيقوا على الناس أكثر مما ضيقتم عليهم وقتلتم أحلامهم. الممارسات الإجرامية التي تمارسونها لن تفلحوا بها، وحاولتم خلال الفترات الماضية أن تمارسوا بعض السلوكيات ولكنكم فشلتم، وستفشلون الآن وستفشلون غدا بإذن الله تعالى. ها أنتم تخسرون حتى الذين كانوا يهتفون باسمكم خلال الأيام الماضية بكل تصرفاتكم الإجرامية والعنجهية والغطرسة اللا أخلاقية واللا مسؤولة تجاه معاناة هذا الشعب اليمني. يحاولون بهذه التصرفات وبهذه السلوكيات أن يردون على هزائمهم في الجبهات وهزائمهم في ميادين القتال بإفقار الناس وزيادة معاناة الناس في مناطق سيطرتهم، علهم يشبعون رغباتهم ونفسياتهم المريضة بانتصارات وهمية كما يقال. نستغرب حقيقة عندما يتحدثون عن عملة إلكترونية ولا توجد أبسط الخدمات الإلكترونية الموجودة في والتقنيات الموجودة في واقعنا. أين أنتم من المواطنين الساكنين في القرى والأرياف، من الفلاحين المزارعين، من المدرسين الذين نزحوا من مناطقهم ومن مدارسهم
ومن أماكنهم ومن مدنهم، وأصبحوا في أرياف هاربين من بطشكم ومن حضوركم الدموي في كل مكان. لن يصح في الأخير إلا الصحيح، ولن يأتي في الأخير إلا الخير لهذا الوطن مهما حاولتم العبث به والعبث باقتصاده والعبث بإنسانه والعبث بهويته. مشاهدين الكرام، النصر دائما للحق بإذن الله تعالى، ونحن مع الحق وفي طريق الحق بإذن الله. دمتم بخير، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.